حنا الحمد لله على هذا العمل واحد 14 عام وغادي نتمناو نزيدو 14 عام الى كاين طلع مارشي مات كيما هضر الاخ على القضيه ديال المارشي. المارشي اللي كنعيش فيه عندنا مشاكل بزاف، عندنا مشاكل عند الناس كراوش صحاب الكراوس كاينه فيهم واحد 14 مليون 16 مليون من الكروزه، يعني ما عندوش شي حاجه، خدام 50 درهم الى صباح مريض، ما عندوش اللي يجيب ليه ديك خبز. حزب الاتحاد السوري اليوم جاب واحد المشروع وواحد البرنامج كبير، هذا البرنامج اللي فعلا استقيناه من مجموعة آراء من الجمعيات والمنظمات والفيدراليات، وأيضا الاحتكاك ديالنا بالواقع في المدينة بحكم أبناء المدينة. عرفنا بأنه مدينة إنزكان تشتكي كل سنة، والناس ديالها زعما كنقول باز اليوم لانه هذا الصبر كبير. كل مجلس جا الا وكيدير طماطم اكثر، ما كانش مجلس اللي كنشوفو انا مشى وخدا غير خطوه ولا جوج في حق هذه المدينه وفي حق الساكنه ديالها. مدينه تجاريه بامتياز، مدينه الاسواق، مدينه اللي عرفت واحد اللي كتدخل مجموعه من الملايير، لا في التيفيه للجماعه ولا في الصفقات اللي كدار، ولكن ما كنشوف والو. الرئيس اللي جا كيخلي مجموعه من المديونيه اللي كياخذها من صندوق التجهيز الجماعي وكيخليها لمجلس اخر، كل مجلس كيتورث مديونيه كبيره على المجلس السابق. اذا هذا الشيء راه حيف في حق المدينه، انه المواطن الانزكاني هو اللي كيادي هذه الضريبه، هو اللي كيادي. ملي كيلقى واحد المديونيه كبيره خلاها المجلس السابق لانه غادي يرحل وغادي يهز البالز ديالو وكيبدا يخلص غير، ما بقاش كيفكر في التنميه ديال البلاد. اذا عندنا شباب اللي خصنا نصفوه، عندنا بطاله اللي خصنا نمتصوها، عندنا تجار اللي خصنا نعطيوهم حقهم، عندنا نساء اللي خص نديروا لهم مشاريع مديره للدخل، عندنا اطفال نخلقوا لهم صالات ديال الرياضه والثقافه باش يبعدوا على الهشاشه والتهميش ويبعدوا على الكحول والمخدرات ويبعدوا ايضا عن الهدر المدرسي. هذا هو البرنامج نتاعنا، برنامج اللي نتمنوا ان شاء الله نحققوه. حنا ما عندناش فكره اننا ندخلوا المعارضه ابدا. المجلس اللي ولا الرئيس اللي كاين ولا الحزب اللي كاين تحالفوا معاه، علاش؟ لانه عندنا مسؤوليه ووعود اللي عطينا المواطن الانزكاني انه ان شاء الله الا كتب الله ونجحنا وعندنا مقاعد يعني داخل المجلس، راه خصنا نحققوا هذه المطالب وخصنا نكونوا مع الرئاسه كيف ما كان نوع الحزب. ما عندنا عداوه مع حتى شي حزب، كلهم اصدقاء ديالنا، ولكن اللي بغينا هو يكون برنامج، تكون خطه عمل ديال 5 سنين وبرنامج عمل ديال 5 سنين، التخطيط الخماسي يفكر فيه المجلس الحالي اللي غيكون ان شاء الله، باش على الاقل نردوا الوجه ديالنا. راه خسر صراحه، راه ملي كتمشي تخرج للساحه كتسمع غير هضره مره زينه مره خايبه، لانه هادشي منين ورثوه؟ ما بقاش الثقه عند المواطن. خصنا عندنا تكون عندنا واحد السياسه التواصل مع المواطن. الرئيس مجرد ما كيجلس ولا النواب ديالو ولا الاعضاء مجرد ما كياخذوا المقاعد ديالهم داخل المجلس، الا وكينساو ذاك المواطن وكيتهربوا عليه، كيخرجوا من لي بورت دو سوكور من ابواب اخرى ديال الاغاثه. هادشي عيب وعار، عيب وعار، لانه حنا عندنا واحد النفس. حنا كفنانين، غير كفنان كنعيشوا ازمه، غير كفنانين كنعيشوا ماشي غير ازمه، كنعيشوا تهميش، كنعيشوا اقصاء، لانه ما عندنا مسرح، ما عندنا دور الثقافه، ما عندنا خزانه، ما عندنا حتى شي حاجه ما كتوفر على هذه نزكان، بالرغم انها راه كتحصل على ميزانيه كبيره من التيفيه وكتحصل على مداخل كبيره.
هادشي عيب. لهذا حنا نتمنوا ان شاء الله يوفقنا الله وتكون عندنا مقاعد مزيانه اللي ندافعوا بها على حقوق المواطن، وكلنا ثقه انه ان شاء الله، لانه حنا عندنا حس فني وحس نموي وحس اجتماعي حس ثقافي. نتمنوا ان شاء الله بالزملاء نتلاقاو زملاء اللي كلهم عند غيره على هذه المدينه، ونحققوا ولو غير نسبه ضئيله لهذا المواطن على الاقل يحس بالثقه. درتنا بعد الجولات في الاحياء ديال الجار في طار الراس زكان، درت شي جولات في حمله انتخابيه، لقيت الساكنه تطلبوا شي مطالب، ماشي شي مطالب كبيره، تيقولوا بغينا فيلا، بغينا ابارتمان، بغينا هذه، بغينا تطلبوا قادوس عندهم مهرس اللي صايبوا لهم. واحد الجمعيه تلاقيت معها الباح كدير كتنظر واحد الحمله، وتلاقيت بعض الاخوان في شي جمعيه تيطلبوا اش يقولوا، قال لكم ودي عندنا واحد الروضه قريبه على الحيط ديال تقريبا شي مده تقريبا شي 70 سنين 80 سنين، وطلبنا المجلس وعاود طلبنا باش يعاودوا لنا، ما حقوش لنا الطلب ديالنا. هاد الناس هاد المواطنين ديال زكان راه بحال كون نخرجوا حنا كمرشحين ديال الاحزاب ونتلاقاو معاهم يقولوا انتم شفار، انتم دايرين، انتم فاعلين، انتم كتركين، راه من حقهم. حيت علاش ما حقتش لهم ديك المطالب من الاولين؟ عاونوكم، عاونوا تشوفوا المصالح ديالكم انتم، ما تشوفوش المصالح ديال المواطن، شوفوا المصالح ديال المواطن. شوف احسب هذوك الناس راه ولادكم، احسبوهم راه انتم هذوك، ماشي انتم تفكروا في رؤوسكم. هذا هو الهدف ديال انا، وعندي غيوره في هذه المدينه ديال زكان، ودي زكان انا كبرت فيها، وماش غادي نقول عندي واحد ضري خاطر. انا براسي كوما ضربت الناس باش ندخل الانتخابات، دابا باش نحقق المطالب ديال الناس، وتاني واحد الساكنه ديال زكان والساكنه الجزر وطار الراس ومزدور الجامع النواحي ديال زكان ان شاء الله نحققوا ان شاء الله الهدف ديالنا. حيت هاد الناس هادو ضحكوا علينا المره الاولى، ضحكوا علينا المره الثانيه، ضحكوا علينا المره الثالثه. هاد كاين بعض الناس اللي دوزوا في المجالس تقريبا سنين، حتى صافي هرموا وما حققوا والو، تيشوفوا رؤوسهم. دابا حنا نطلبوا من الساكنه ديال زكان يسمحوا لنا، الله يجزيهم بخير ويثقوا فينا، وان شاء الله غيكون ان شاء الله خير القدام ان شاء الله. جربونا، عطيونا واحد الفرصه، جربونا ومن بعد ان شاء الله تحاسبوا معنا. بغيت نطلبوا الحسابات منكم، لا درنا شي حاجه غلط، ما درناش حقنا لكم هذا البرنامج ديالنا، تحاسبوا معنا. اذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.